معالي الوزيرة، ممكن تحدثينا عن مشاركة العراق في فعالية الملتقى العربي الأول للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية؟ طبعا من البداية أود أن أرحب بكم وأني أتابع برنامجكم، برنامج جيد، وفي نفس الوقت نشاطاتكم في مجال المجتمع المدني، وإن شاء الله موفقين في هالمجالين. مجال الملتقى الأول للدول العربية الخاصة بالصناعات الكيميائية والكيميائية هو كان ملتقى الأول. نشاط العراق كانت نشاط جيد، وحتى بالنسبة للمحاضرين الذين قاموا بإلقاء المحاضرات تحت مسميات أخرى كانوا من العراق، وكان هناك حضور عراقي جيد في الملتقى، ولقاءات جانبية عملنا مع المشاركين في الملتقى. طبعا تبادل الخبرات كانت فكرة جيدة بالنسبة للقاءات الجانبية التي حصلت من خلال جراء اللقاءات ضمن الملتقى. كان الحضور جيد، ونتمنى أنه تصير اللقاءات بالنسبة لكل المواد أو المواضيع الخاصة بالبيئة، ومشاركة العراق في هذه المجالات جدا مهمة. السبب لأن العراق كان غائب في هذه النوع من اللقاءات والمؤتمرات خصوصا الخاصة بالبيئة، وأكيد راح يكون هناك لقاءات أخرى وملتقيات أخرى يكون الحضور بدافع نشر الوعي البيئي، وفي نفس الوقت تبادل الخبرات، وفي نفس الوقت أيضا وضع برنامج خاص بالنسبة للعراق حول كيفية المشاركة في الصناعات البتروكيميائية والكيميائية الصديقة للبيئة بدون التأثير على التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية. معالي الوزير، كيف تنظرون وتطمحون للملتقى القادم؟ نطمح بأن الملتقى القادم يكون ملتقى بإنجازات أكثر للعراق في مجال الصناعات البتروكيميائية والكيميائية، وخصوصا الصديقة للبيئة. نحن لا نمانع بأي نوع من الصناعات كوزارة البيئة، لأن لا نقف أمام التنمية الاقتصادية في البلد، لكن يجب أن يكون الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية ضمن المحددات البيئية والاتفاقيات الدولية، وأيضا عبور المواد الكيميائية عبر الحدود أيضا بحاجة إلى دراسة ضمن المحددات والاتفاقيات الدولية. وطموحنا أنه تكون مشاركة بشكل أوسع، وأيضا مشاركة من الجوانب الأخرى الصناعية في العراق والاستثمارية في العراق في مثل هذا النوع من الملتقى. معالي الوزيرة، كيف تصفين مشاركة العراق في هذا الملتقى؟ أصف أنه كان لحد الآن المشاركة كانت لا بأس بها، لكن حتى المحاضرين كما عرضت من الأول، يعني حتى المحاضرين الآتين تحت مسميات أخرى، مستشار في دولة أخرى لوزارة نفط أو صاحب شركة أو أصحاب رؤوس الأموال، أكثرية كانوا من العراق، وما هذا كان يؤسفني إن أرى العقول العراقية في مجالات أخرى وليس في داخل العراق وضمن هذه الاختصاصات المهمة وضمن العقول المهمة والاستثمارات المهمة، لا أرى مجالاتهم في داخل العراق. معالي الوزيرة، هل زيارتكم اقتصرت فقط على هذا الملتقى أم كان لكم نشاطات أخرى؟ لا طبعا، هناك كان ضمن الملتقى أجرينا لقاءات كثيرة مع شركات، مع حتى الشركات الآتية من ألمانيا وخصيصا من وزارة البيئة في ألمانيا، وأيضا لقاءات مع العقول العراقية. هذه كانت من جانب الملتقى. أما فاليوم كان أيضا لدينا لقاء مع وزير الإدارة المحلية والبيئة وأيضا مع وزير الصناعة، وزرنا كلا الوزارتين، وزارة الإدارة المحلية والبيئة وأيضا وزارة الصناعة.